السلام عليكم، ازيكم يا دكاترة؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. هنتكلم في المحاضرة دي ان شاء الله على introduction to adaptive immunity، وهناخد جزء في الهيومرال immunity او بنسميها بي سيل mediated immunity. في الجزء الاولاني من المحاضرة هنتكلم على الـ definition of adaptive immunity، ايه الميكانيزمز اوف ادابتيف immunity، زي ما خدنا في الانيت immunity ان في سيلز وموليكيولز، ايه الحاجات الموجودة في الادابتيف immunity، وايه الكاركترز اوف ادابتيف immunity واللي بتميزها عن الانيت immunity، وايه العلاقة ما بين الانيت والادابتيف immunity. الديفينيشن اوف ادابتيف immunity، اتس انديوسبل سبيسيفيك immune response تو بارتيكولار انتيجين. هي انديوسبل وسبيسيفيك. انديوسبل يعني مختلفة عن الانيت او الانبورن اللي الواحد مولود بيها، دي مناعة الواحد بيكتسبها نتيجة لان هو اتعرض في حياته لانتيجنز مختلفة، فبالتالي هي مختلفة من شخص للتاني حسب كل واحد اتعرض لانهي انفكشنز، او لا قدر الله لو واحد جاله تيومر معين بيكون له سبيسيفيك immune response للانتيجن ده. طيب ايه الميكانيزمز او الكومبوننتس بتاعه الادابتيف immunity؟ هي بتتكون من جزئين كبار اللي هما الهيومرال immunity والسيل ميديتد immunity. هيومرال معناها حاجه فيها مولكيولز. ايه المولكيولز الموجوده في الادابتيف immunity؟ هنا المقصود بيها الانتي بوديز او الاجسام المضاده، ودي بتطلع من البي ليمفوسايتس. وفي سيل ميديتد immunity، ودي ميديتد عن طريق سيلز اللي هي هنا عباره عن التي سيلز اللي حصل لها اكتيفيشن نتيجه لان الواحد اتعرض لسبيسيفيك انتيجنز. طيب ايه فايده كل كومبوننت من الكومبوننتس اللي قلنا عليها؟ احنا عارفين ان في نوعين من الميكروبس، في اكسترا سيلولار مايكروبس وانترا سيلولار مايكروبس. اكسترا سيلولار مايكروبس زي البكتيريا وزي الفنجاي، دي بيحصل لها ريبليكيشن وبتعيش، تقدر تعيش بره الخليه، مش محتاجه ان هي تبقى جوه الخليه بتاعه الهوست. وفي intracellular microbes اللي هي زي الفيروسز، دي ما تقدرش تعيش غير في الخلية بتاعة الهوست لان ما تقدرش تعمل replication لوحدها. بالنسبة للميكروبس extracellular، دي mainly اللي بيتعامل معاها B lymphocytes بان هي respond by secreting antibodies. الانتيبوديز دي بتخلص الجسم من extracellular microbes وبلوك الانفكشن by the extracellular microbes. اما intracellular microbes دي زي الفيروسز، دي بيتعامل معاها نوع من التي لينفوسايتس اللي هو السيتوتوكسيك تي لينفوسايتس. التي لينفوسايتس ليها نوعين كبار، هيلبر تي لينفوسايتس وسيتوتوكسيك تي لينفوسايتس. سيتوتوكسيك من اسمها يعني بتبقى توكسيك للخلايا، بتعمل سيتوتوكسيستي او سيتوليسيس، يعني بتعمل لايسيس للانفكتد سيل بالفيروس اللي جواها او للتيومر سيل. فدي مينلي بتتعامل مع الحاجات اللي هي فيها انتراسيلولار انتيجنز زي الفيروسز، وزي انه يبقى السيل دي حصل فيها malignant transformation وتحولت او كونت لي تيومر. في نوع تاني من الانتيجنز، احنا قلنا ليه الاكسترا سيلولار انتيجنز زي الميكروبس. في بعض الميكروبس زي الميكروباكتيريوم توبركلوزز اللي هي الميكروب اللي بيعمل الضرن، وبعض الميكروبس التانية تقدر ان هي اكسترا سيلولار يعني بتعيش بره الخلية، لكن تقدر برضو ان هي تعيش جوه الخلية. يعني هي مثلا حصل لها فاجوسايتوزس بالماكروفيجز، يحصل لها مالتيبليكيشن جوه الماكروفيجز واسكيب الفاجوسايتوزس، فما تقدرش الماكروفيجز ان هي تتخلص منها. طيب الجسم بيتخلص منها ازاي؟ هنا بيبقى مهم قوي الهيلبر تي ليمفوسايتس ان هي بتطلع كيميكالز معينه بسميها سايتوكاينز. سايتوكاينز دي بنقول عليها كيميكال ميسنجرز او مرسال ما بين الخلايا، بيطلع من بعض الخلايا ويروح لخلايا تاني في المناعة، يدي افكت معين، يعمل لها ستيميوليشن، يعمل لها سابريشن. فالتي لينفوسايتس بتطلع، الهيلبر تي لينفوسايتس بتطلع سايتوكاينز، بتروح للماكروفيجز اللي جواها الميكوبكتيريوم توبركلوزز وستيميوليت الفاجوسايتوزز، تحسن الفانكشن بتاعتها وتعمل لها اكتيفيشن، فتقدر تتخلص من الميكروب اللي موجود جواها اللي مش قادرة تتخلص منه. يبقى دي عندي الكومبوننتس بتاعه الادابتيف immunity. قلنا في هيومرال وسيل ميديتد. الهيومرال بتتعامل مينلي مع الحاجات الاكسترا سيلولار زي البكتيريا، السيل ميديتد دي بتتعامل مع الحاجات اللي هي انترا سيلولار سواء كانت زي الفيروسز، ودي تتعامل معاها السيتوتوكسيك تي لينفوسايتس، او حاجه اكسترا سيلولار بس تقدر ليها القدره ان هي ملتيبلاي جوه خليه، نقول عليها فاكولتيتيف انترا سيلولار اللي هي كان اسكيب الفاجوسايتوزس، تهرب من الفاجوسايتس وتعيش جوه الفاجوسايتس ويحصل لها مالتيبليكيشن جوه الماكروفيجز،
فالهيلبر تي لينفوسايتس تحسن الفاجوسايتوزس وتساعد الماكروفيجز على انها تتخلص من الانتيجنز دي. طيب ايه بقى الكاركترز اوف ادابتيف اميونيتي؟ اول حاجه ان هي هايلي سبيسيفيك. يعني ايه؟ لو بصينا في الصوره من تحت عندي 3 انتيجنز، 3 بروتين انتيجنز، انتيجن A وB وC. الثلاثة انتيجنز هنلاحظ ان في ستراكشر كومن ما بينهم او ايبيتوب كومن اللي هو لونه ازرق، وفي ايبيتوب مختلف ما بين الثلاثة انتيجنز اللي هم A وB وC. لو افترضنا ان هم نفس الحاجه، يعني نفس البروتين بس كل واحد موجود في اورجانيزم غير الثاني، الانيت اميونيتي هتشوف الثلاثة دول ازاي والادابتيف اميونيتي هتشوف ازاي. الادابتيف اميونيتي هتشوف التفاصيل، هتشوف الايبيتوب اللي هو يونيك لكل واحد من دول. يعني هلاقي انه في انتي بادي هيتكون للابيتوب اللي هو لونه بينك في الانتيجين A، وانتي بادي تاني مختلف زي ما في الصوره هيتكون للابيتوب اللي هو لون يالو اللي في الانتيجين B، وفي انتي بادي تالت هيتكون للابيتوب اللي هو لونه بيربل اللي في الانتيجين C زي ما انتم شايفين في الصوره، والتلاته انتي بادي غير بعض. انما الانيت اميونيتي زي ما انتم شايفين في الصوره على الشمال بتتعرف على الانتيجنز عن طريق الباترن ريكوجنيشن ريسبتورز، اللي هي زي ما قلنا بتشوف الحاجه المشتركه، هتشوف ان ده لايبوبوليساكرايد او ان ده بيبتايدو جلايكان، لكن مش هتشوف الحاجه المختلفه من اورجانيزم للتاني، مش هتقدر تميز الانتيجين A من B او C، هي شايفه ان هم حاجه واحده، حاجه نون سيلف، حاجه غريبه عن الجسم، لكن ما تقدرش تقول ده مين. انما الادابتيف اميونيتي في سبيسيفيستي في البي والتي سيلز لكل ايبيتوب، لان كل بي او تي سيل بيبقى عليها ريسبتور سبيسيفيك فور سنجل ايبيتوب، وبالتالي انا عندي مليون اوف ليمفوسايتس ليها سبيسيفيستيز كتيره جدا، وده بيخلي الادابتيف اميونيتي بتتميز بان فيها هاي دايفرستي وتنوع كبير جدا، لان عندي بي وتي ليمفوسايتس لمليونز اوف انتر. الكاركتر اللي بعد كده اللي هي اللونج ميموري، انه لما البي والتي لينفوسايتس بيحصل انفكشن مثلا ويشوفوا الانتيجين لاول مره بيحصل اكتيفيشن للبي والتي لينفوسايتس، تبتدي تديني الفانكشنز بتاعتها ان هي تطلع انتي بوديز او تطلع سايتوكاينز وتخلص الجسم من الحاجه الغريبه اللي دخلت. في نفس الوقت بيتكون ميموري بي وميموري تي لينفوسايتس للانتيجين ده. لما بيتعرض الجسم مره تانية لنفس الانتيجين نتيجه للريكرنت او سبسيكوينت انفكشنز، بيبتدي الميموري بي والتي لينفوسايتس يحصل لهم رابيد اكتيفيشن ويدوني فاستر ريسبونس عن الوقت اللي خدته اول مره لما تعرضت للانفكشن ده. الكاركتر اللي بعدها ان الادابتيف اميون سيلز كان ديسكريمينيت بين سيلف اند نون سيلف مولكيولز، يعني في بي وتي لينفوسايتس تقدر تشوف الانتيجينز السيلف الموجوده في جسمي، وتقدر تشوف الحاجة النون سيلف اللي هي مش موجودة في الجسم، سواء كانت بكتيريا مثلا، فيروسز، فانجاي، تيومرز. طب ازاي بيحصل ده؟ هل في بي وتي لينفوسايتس تقدر تشوف الحاجة السيلف؟ انه اثناء الديفلوبمنت بيتكون بي وتي لينفوسايتس سبيسيفيك لكل حاجة في الدنيا، سواء كانت الانتيجنز دي موجودة في جسمي او بره جسمي، بتتكون بشكل عشوائي البي وتي لينفوسايتس ايفن قبل ما الواحد يتعرض للانتيجنز دي. بس الفكره انه اثناء الديفلوبمنت البي والتي لينفوسايتس اللي هي رياكت مع الحاجه السبيسيفيك او اللي هي مع الحاجه اسفه السيلف او اللي هي سبيسيفيك للحاجه السيلف، لازم الجسم بيتخلص منها، لانها لو فضلت قاعده هتهاجم جسمي وتعمل اوتو اميون ديزيزز. اما الحاجه النون سيلف دي بتفضل او بيبقى مسموح لها ان هي تروح للبريفري وان هي تعمل الشغل بتاعها لما بيخش انفكشن او حاجه غريبه. يبقى اذا البي والتي لينفوسايتس تقدر تميز الحاجه السيلف والحاجه النون سيلف. النيت اميونيتي لا، عليها الريسبتورز اللي احنا خدناها قبل كده اللي هي الباترن ريكوجنيشن ريسبتورز، اللي هي تقدر تتعرف على الحاجات اللي هي الغريبه عن الجسم، لكن ما بتميزش الحاجه اللي جوه الجسم. يعني تقدر تشوف البيبتايدو جلايكان، تقدر تشوف حاجه في الدي ان ايه او الار ان ايه بتاع الفيروسز، تقدر تشوف ستراكشرز في الفانجاي او في البكتيريا، لكن ما تقدرش تشوف الحاجات الموجوده في جسمي او الحاجات السيلف. احنا كده خدنا الكاركترز اوف ادابتيف اميونيتي. عايزاكم بقى تفكروا لوحدكم ايه الفرق بين الانيت والادابتيف اميونيتي قبل ما ابتدي اقول لكم عليها. يعني مثلا الدايفرستي، احنا اتفقنا انه الادابتيف اميونيتي فيها هاي دايفرستي، فيها تنوع كبير جدا، وده جاي من النقطه اللي بعدها اللي هي السبيسيفيستي. ان قلنا الادابتيف اميونيتي فيها هاي سبيسيفيستي في بي وتي لينفوسايت سبيسيفيك لكل الابيتوبس اللي ممكن تتخيلوها الموجوده في الدنيا، سواء كانت الابيتوبس دي
سيلف او نون سيلف. الكلام ده مش موجود في الانيت اميونيتي. الانيت اميونيتي زي ما اتفقنا ان هي نوت سبيسيفيك، او لو حبينا نبقى ادق شويه ممكن نقول ان هي فيها بريميتيف او برود سبيسيفيستي. يعني ايه بريميتيف؟ بدائيه او برود. انه زي ما قلنا ان عليها ريسبتورز اللي هي الباترن ريكوجنيشن ريسبتورز، دي بتقدر تشوف ان في ريسبتورز تشوف البيبتايدوجلايكان، في ريسبتورز تشوف التكوك اسيد، في ريسبتورز تشوف الدي ان اي بتاعه الفيروسز او الار ان اي بتاعه الفيروسز، لكن not that specificity الموجوده في الادابتيف اميونيتي. يعني ما تقدرش تقول ان دي ستاف اوريس او ان دي ايكولاي او ان دي كليبسيلا، لكن تقدر تقول ان في جرام بوزيتيف كوكاي، ان في جرام نيجاتيف باسيلاي. فعشان كده بقول عليها لو عايزه ابقى دقيقه شويه اقول انها برود او بريميتيف سبيسيفيستي. وبالتالي الدايفرستي الموجوده في الانيت اميونيتي ليميتد مش هاي دايفرستي زي الموجوده في الادابتيف اميونيتي. النقطة اللي بعد كده اللي هي response time، الوقت اللي بياخده كل واحد منهم. الانيت اميونيتي طبعا في خلال دقايق بيحصل الresponse، انما الادابتف اميونيتي بتاخد ايام على ما البي والتي لينفوسايتس اللي هي specific الانتجين ده اقدر الاقيها. الانتجين يقعد يلف لحد ما يلاقي البي لينفوسايتس والتي لينفوسايتس اللي هم specific ليه. فده طبعا بياخد ايام، مش زي الانيت اميونيتي زي ما قلنا ان هي برود سبيسيفيستي، اي هتقدر تشوف اي جرام بوزيتيف باسيلاي او اي جرام بوزيتيف كوكاي او اي جرام نيجاتيف باسيلاي تقدر تشوفها وتتعامل معاها without سبيسيفيستي زي البي والتي لينفوسايتس. فبالتالي ريسبونس تايم في الانيت اميونيتي بيكون سريع جدا. الحاجه اللي بعدها ديوريشن، لما حصل اكتيفيشن للانيت والادابتيف اميونيتي ديوريشن اوف ريسبونس هيقعد قد ايه؟ الانيت اميونيتي هتقعد ايام، انما الادابتيف اميونيتي هتقعد لوقت اطول، هتقعد لشهور او ممكن سنين. بالنسبه للبوتنسي مين اقوى؟ اكيد طبعا الادابتيف اميونيتي اقوى، وتقدر تتخلص من الحاجه اللي ما قدرتش الانيت اميونيتي انها تتخلص منها، فهي اقوى من الانيت اميونيتي وبتقعد فتره اطول. الفرق اللي بعد كده هو وجود الميموري. زي ما اتفقنا ان الادابتيف اميونيتي فيها ميموري سيلز بتتكون لما بيحصل اكتيفيشن للبي والتي لينفوسايتس، انما الانيت اميونيتي ما فيهاش ميموري. وده السبب في الفرق اللي بعد كده اللي هو ريسبونس تو ريبيتد انفكشن وذ ذا سيم انتيجين. يعني لو حصل ان الواحد اتعرض لنفس الانتيجين نتيجه مثلا لريكيرنت انفكشن، ازاي هيتعامل معاه الانيت والادابتيف اميونيتي؟ الادابتيف اميونيتي هلاقي الريسبونس اسرع وهيبقى احسن واقوى من الفيرست ريسبونس، انما الانيت اميونيتي كانها بتشوف الحاجه لاول مره هتتعامل معاها بنفس الليفل وبنفس الوقت اللي هتاخده في ريسبونس تايم هو هو. اخر حاجه ديسكريميشن بتوين سيلف اند نون سيلف. زي ما اتفقنا ان الادابتيف اميونيتي كان ديسكريمينيت بتوين سيلف اند نون سيلف، تقدر تشوف الانتيجين السيلف وتقدر تشوف الحاجه النون سيلف. ده ليه؟ لان عليها ريسبتورز للسيلف وريسبتورز النون سيلف، في بي سيلز وتي سيلز سبيسيفيك للسيلف انتيجينز وفي بي وتي سيلز سبيسيفيك لل نون سيلف انتيجين، وكل واحده عليها ريسبتور سبيسيفيك، هو ده اللي بيحدد السبيسيفيتي بتاع البي والتي لينفوسايتس. بس زي ما اتفقنا السيلز اللي عليها ريسبتورز للسيلف انتيجينز دي المفروض الجسم بيتخلص منها اثناء الديفلوبمنت عشان ما يحصلش اوتو اميون ديزيز. بالنسبه بقى للانيت اميونيتي كان ديسكريمينيت بين سيلف اند نون سيلف. الريسبتورز اللي عليها اللي هي الباترن ريكوجنيشن ريسبتورز only recognize مين؟ الحاجات اللي هي النون سيلف بس. زي ما اتفقنا الستراكشرز اللي هي تميز البكتيريا او الفيروسز او الفانجاي دي هي اللي بتشوفها الانيت اميونيتي، ما بتشوفش الحاجه السيلف زي الادابتيف اميونيتي. يبقى انا لو سالتكم will the innate and adaptive immune cells respond with the same level each time they encounter the same antigen هتقولوا ايه؟ طبعا زي ما احنا لسه قايلين الانيت اميونيتي with the same level of response بنفس القوه ونفس الوقت اللي هتاخده كانها بتشوف الانتيجين لاول مره، انما الادابتيف اميونيتي ريسبونس هيبقى اسرع وهيبقى اقوى من اول مره شاف فيها الانتيجين ده. طيب السؤال اللي بعد كده ده مهم جدا من الحاجات اللي بتيجي كتير في الامتحان اللي هي what is the bridge between innate and adaptive immunity، ايه الرابط او ايه اللي بيربط ما بين الانيت والادابتيف اميونيتي؟ لما يجي لي سؤال زي كده لازم ابقى فاهم ان هو بيقول لي بريدج ما بين الاثنين، يبقى لازم يبقى عندي فيه طرف في النيت اميونيتي والناحيه الثانيه ادابتيف اميونيتي، ما يبقاش كل كلامي على النيت اميونيتي على ادابتيف اميونيتي، حاجه تربط النيت بالادابتيف وده هنقوله دلوقتي في السلايد الجاي. ايه امثله بقى على اللينك بتوين انيت اند ادابتيف اميونيتي؟
مثلا خلي بالكوا زي ما اتفقنا ان انا لازم اقول حاجه انيت وحاجه ادابتيف عشان يبقى في لينك. يعني مثلا انا عندي البي ليمفوسايتس احنا عارفين انها بتطلع الانتي بودز، انتوا لما خدتوا الانيت اميونيتي ايه الحاجات اللي كان فيها انتي بودز ليها علاقه بالانيت اميون سيلز؟ لو تفتكروا لما خدتوا الناتشرال كيلر سيل مثلا احنا عارفين ان الانتي بودز هتروح تمسك في الانتيجنز الموجوده على الفيروس انفكتد سيلز او على التيومر سيلز. مين اللي بيتعامل مع الفيروس انفكتد سيلز والتيومر سيلز اللي هي الناتشرال كيلر سيلز؟ طب ايه علاقتها بالانتي بودز؟ الانتي بودز ليها ريسبتورز موجوده على الناتشرال كيلر سيلز اللي هي اف سي ريسبتورز. لما بتمسك الانتي بودز اللي هو ماسك في الفيروس انفكتد سيل او تيومر سيل يمسك في الريسبتورز الموجوده على الناتشرال كيلر سيل، الناتشرال كيلر سيل تبتدي تعمل ايه؟ سايتوتوكسيستي للفيروس انفكتد سيلز والتيومر سيلز. يبقى في سايتوتوكسيستي ديبندنت او معتمده على الانتي بودز زي بسميها الاي دي سي سي او الانتي بودي ديبندنت سيل سايتوتوكسيستي. يبقى دي علاقه ما بين البي سيلز والناتشرال كيلر سيل. نفس الكلام بيحصل مع الماكروفيجز، الانتي بودز عملت كوتينج لسيلز او عملت كوتينج لانتيجنز صغيره او سيلز صغيره. لو الانتيجن صغيره او سيلز صغيره هتروح بعد كده تمسك على الاف سي ريسبتورز الموجوده على الماكروفيجز، فالماكروفيجز لو تقدر تعمل لها فاجوسايتوزيس عشان هي صغيره يبقى هتعمل فاجوسايتوزيس، ده اللي هو بسميه الاوبسونايزيشن. لو هي كانت حاجه كبيره بارازايت او حاجه خليه كبيره تيومر سيل فيروس انفكتد سيل هي مش قادره تعمل لها فاجوسايتوزيس هتطلع لها الليتيك انزيمز بره هيحصل سايتوتوكسيستي اللي هي برضو الاي دي سي سي. يبقى هنا في زي ما اتفقنا طرف انيت وطرف ادابتيف. يعني انا هنا لو قلت فاجوسايتوزيس يبقى مش لينك، لو جت في سؤال وقلت لي فاجوسايتوزيس غلط، لكن اوبسونايزيشن صح، لان الفاجوسايتوزيس عندي ماكروفيج عملت فاجوسايتوزيس للانتيجين الموجود وخلاص، لكن ما جبتش سيره حاجه في الادابتيف ايمنت. لكن لما اقول انتي بادز عملت كوتينج ل انتيجين او ل فيروس انفكتد سيل او ان كان السيل والماكروفيجز او الناتشرال كيلر سيل طلعت ليتيك انزيمز وحصل الاي دي سي سي، ده لينك بتوين انيت اند ادابتيف ايمنت. خلي بالكم من الحكايه دي عشان بتغلطوا فيها كتير. الحاجه الثانيه او المثال الثاني بقى بدل البي سيلز المره دي عندنا تي هيلبر 1. الناتشرال كيلر سيل ايه علاقتها بالتي هيلبر 1؟ لو تفتكروا خدتوا ان الناتشرال كيلر سيل بتطلع سايتوكاينز منها الجاما انترفيرون، وده مهم جدا في انه يحصل اكتيفيشن للتي هيلبر 1. الحاجه الثانيه التي هيلبر 1 برضو هتاخدوا لما نتكلم على السيل ميديتد اميونيتي هتاخدوا ان التي هيلبر 1 بتطلع سايتوكاينز زي الجاما انترفيرون والانترلوكين 2، دول بيعملوا اكتيفيشن للناتشرال كيلر سيلز. نفس الكلام مع الماكروفيجز، الماكروفيجز بتساعد في الاكتيفيشن بتاع تي هيلبر 1 ومهمه جدا. ازاي؟ بان هي بتعمل حاجتين، حاجه انتوا خدتوها في الفانكشنز بتاعت الماكروفيجز ان هي بتعمل انتيجين بروسيسنج وبرزنتيشن للانتيجين للتي هيلبر 1، لان زي ما اتفقنا انه التي سيلز ما بتقدرش تشوف الانتيجين لوحدها لازم حد يقدمه لها، فمن ضمن الانتيجين بريزنتنج سيلز هي الماكروفيجز، زائد ان الماكروفيجز بتطلع سايتوكاين مهم اللي هو الانترلوكين 12، ده مهم للاكتيفيشن بتاع التي هيلبر 1. التي هيلبر 1 برضو بتطلع جاما انترفيرون، ده مهم للاكتيفيشن وبيحسن الانتيجين بروسيسنج وبرزنتيشن والام اتش سي انه يطلع على السطح بتاع الماكروفيجز عشان تعمل برزنتيشن. الانترفيرون جاما اللي بيطلع من التي هيلبر 1 مهم جدا في الفانكشن دي. بقول تاني اخلي بالي ان دي مجرد امثله، يعني مش معنى ان انا قلت ان الناتشرال كيلر سيل هتطلع جاما انترفيرون والجاما انترفيرون يعمل اكتيفيشن للتي هيلبر 1 او ان التي هيلبر 1 بتطلع السيتوكاينز الفلانيه اللي تعمل اكتيفيشن ناتشرال كيلر سيل ان الناتشرال كيلر سيل ما يحصلهاش اكتيفيشن غير بالتو سيتوكاينز دول، او ان التي هيلبر 1 ما يحصلهاش اكتيفيشن غير بالجاما انترفيرون. لا، انا قايله بس الامثله اللي بتربط الانيت بالادابتيف اميونيتي. خلي بالي عشان كتير بتسالوا في السؤال ده. احنا كده خلصنا introduction to adaptive immunity، هنبتدي بقى نتكلم بالتفصيل على الهيومرال او اللي بقول عليها بي سيل mediated immunity. المحاضرة دي ان شاء الله هناخد اول جزء بس في الهيومرال immunity، هنتكلم فيه على characters of B lymphocytes وعلى functions of B lymphocytes. الاول ازاي اكتشفوا B lymphocytes؟ اول مرة اكتشفوها كان في chickens لما لقوا البي سيلز دي موجوده في سايت اسمه بيرسا اوف فابريكس، ده مكان
زي بالضبط البون مارو في الماملز، هو المكان المسؤول عن الهيماتوبويسيس او تكوين البلاد سيلز اللي هي من ضمنها البي لينفوسايتس. ده سايت مهم جدا فور ذا ديفلوبمنت اوف بي لينفوسايتس ان تشيكن، ويقابله زي ما قلنا عندنا اللي هو البون مارو، عشان كده سموها بي لينفوسايت نسبه للبيرسا اوف فابريك. البي لينفوسايتس تمثل 15-20% of circulating lymphocytes، واللايف سبان بتاعها بيبقى اقل من التي لينفوسايتس. من الحاجات المهمه جدا والاسئله المهمه ان في سيرفيس ماركرز او سيرفيس مولكيولز بتميز الاميون سيلز. لو انا عايزه ادور على السيلز دي اشتغل عليها ريسيرش او اعمل تريتمنت معين في السيل دي، لازم ابقى عارفه ايه المولكيولز اللي عليها وايه الفانكشنز بتاعت المولكيولز دي. ودي من الاسئله اللي بتيجي كتير اللي هي البي سيل سيرفيس مولكيولز. انا هستاذنكم هناخد جزء منها، والجزء الباقي هاجله بعد شويه بعد ما نخلص البي سيل اكتيفيشن عشان تبقوا فهمتوا ايه الفانكشنز بتاعتها وتقولوها من غير ما تبقوا حافظينها. يعني اول جزء عندي احنا اتفقنا انه البي والتي لينفوسايتس دي فيها دايفيرسيتي كتيره، وان هي فيها سبيسيفيستيز لكل الانتيجنز اللي في الدنيا سواء كانت حاجات سيلف او نون سيلف. والسبيسيفيستي دي جايه من ان السيرفيس بتاع البي سيل او التي سيل عليه ريسبتورز سبيسيفيك لكل انتيجن، فيبقى اول مولكيول موجود على البي سيلز هو البي سيل ريسبتور، وده فايدته ايه؟ انتيجن سبيسيفيك ريكوجنيشن. طالما في ريسبتور يبقى لازم يبقى في سيجنال ترانزدكشن كومبلكس. يعني ايه سيجنال ترانزدكشن مولكيول او سيجنال ترانزدكشن كومبلكس؟ ده من اسمه كده بيعمل سيجنال ترانزدكشن، يعني بينقل الاشاره للسيل يقول لها ان في حاجه مسكت فوق في الريسبتور، فيبتدي يحصل لها اكتيفيشن وتعمل الريسبونس بتاعي. فانا عندي الاول في بي سيل ريسبتور وفي بي سيل سيجنال ترانزدكشن مولكيول. هنتكلم السلايد الجاي بالتفصيل شويه على الستراكشر بتاع الاثنين دول، البي سيل ريسبتور والبي سيل ريسبتور سيجنال ترانزدكشن مولكيول. زي ما انتم شايفين في الصوره اللي على الشمال من تحت كده، دي البي سيل ريسبتور الموجود على السيرفيس بتاع البي سيل، وفايدته زي ما قلنا انه هيتعرف على الانتيجنز الموجوده في الجسم الغريب اللي دخل او كان ايا كان، ممكن يكون حاجه سيلف انتيجن. طيب البي سيل ريسبتور ده طبيعته ايه او ايه الاستراكشر بتاعه؟ هو عباره عن اميونوجلوبولين عادي جدا، انتي بادي. احنا هناخد بعد شويه ان الانتي بادز دي او الاميونوجلوبولينز ليها انواع، خمس انواع، من ضمنهم حاجه اسمها اي جي دي واي جي ام. فهو الاستراكشر بتاعه بالظبط مع اختلاف بسيط زي بالظبط الاميونوجلوبولين العادي. انهي نوع من الاميونوجلوبولينز اللي هي اي جي دي واي جي ام؟ طب هنا هتلاقوني كاتبه البي سيل ريسبتور اي جي دي اند مونوميريك اي جي ام. يعني ايه مونوميريك؟ يعني وان مولكيول من الاي جي ام، لان هو الاي جي ام اللي موجود في السيركيوليشن بيبقى بنتاميريك، يعني متكون من خمسة مولكيولز من الاميونوجلوبولين ماسكين في بعض، وهنشوف كده بعد شوية. انما اللي على السيرفيس بتاع البي سيلز بيبقى مونوميريك متكون من وان مولكيول فقط. ايه الانتيجنز اللي بيتعرف عليها البي سيل ريسبتور؟ هل بيتعرف على انواع معينة من الانتيجن؟ وليه بنقول هنا بنركز عليها؟ انا خلي بالي لما هناخد التي سيلز وبرضه جت سيرتها في، يمكن ممكن تكون جت سيرتها معاكم في الانيت اميونيتي، انه التي سيلز ما بتتعرفش على اي انتيجنز وخلاص، هي ما بتتعرفش غير على البروتين انتيجنز، ولازم تكون كمان بريزنتد باي انتيجن بريزنتنج سيل، غير كده التي سيلز مش هتشوف اي انتيجنز. انما البي سيلز ليها القدره على انها تشوف البوليسكرايدز وتشوف كمان الليبيدز واكيد البروتين. طيب هل بتحتاج زي التي سيلز ان هو يبقى زي ما انتم شايفين في الصوره كده؟ التي سيلز بتحتاج انه الانتيجن تاخده انتيجن بريزنتنج سيل زي الماكروفيجز وزي الدندريتك سيلز، تكسره لفراجمنت صغيره وتعملها بريزنتيشن مع حاجه اسمها ام اتش سي، هتاخدوها بالتفصيل في السيلولر اميونيتي، تعمل لها بريزنتيشن للتي سيل. غير كده التي سيل مش هتشوف اي حاجه غريبه دخلت، لازم يبقى بيبتايد او بروتين انتيجين حصل له بروسيسنج بانتيجين بريزنتنج سيل وقدمها للتي لينفوسايتس. طب هل البي لينفوسايتس كده؟ لا، زي ما انتم شايفين في الصوره اللي على الشمال، التي سيل ريسبتور شاف الانتيجين مباشره على المايكرو اورجانيزم اللي داخل، ما احتاجش انه يبقى فيه انتيجين بروسيسنج وبريزنتيشن زي التي سيل. مهمه قوي جدا الفروق ما بين البي سيلز والتي سيلز، والفرق ما بين البي سيل ريسبتور والتي سيل ريسبتور. زي ما انتم شايفين قلنا البي سيل ريسبتور كان ريكوجنايز دايركتلي الانتيجينز،
اللي هي of any chemical structure سواء كان polysaccharide protein او lipid. انما ال T lymphocytes لازم يكون الانتجين ده presented على antigen presenting cells زي macrophages زي dendritic cells, ولازم يكون ال nature بتاعته protein. احنا عرفنا كده ال structure بتاع ال B cell receptor. طيب ايه بقى السيجنال ترانسدكشن كومبلكس؟ هي البي سيل ريسبتور ما بتقدرش ان هي تنقل السيجنال لجوه الخليه لان الجزء الانتراسيلولار بتاعها بيكون قصير, بيبقى معاها سيجنال ترانسدكشن كومبلكس فايدته ان هو ترانسديوس او ان هو ينقل السيجنال او الاشاره ان هو يقول للبي لينفوسايتس ان في حاجه مسكت فوق في البي سيل ريسبتور. عباره عن ايه السيجنال ترانسدكشن كومبلكس ده؟ عباره عن جزئين, الجزء الاولاني اللي هو بالاورنج زي ما اللي انتم شايفينه في الصوره اللي هو عبارة عن immunoglobulin alpha and beta chains, وفي co-receptor اللي هو عبارة عن CD19, CD21 and 81. CD19 ده unique marker of B cells, يعني لو أنا عايز أدور على ال B cell علشان research أو عايز أشتغل عليها يبقى أنا هدور على الخلايا اللي عليها CD19. مهم أوي أن أعرف كل خلية عندنا إيه الماركر اللي يميزها. زي ما قلنا يعني مثلا الماكروفاجز اخدته انه اليونيك ماركر بتاعها اللي هو CD14. لو عايز ادور على التي سيلز هتاخده اللي هو CD3 والCD4 والCD8. يعني كل خليه بيبقى ليها حاجات مميزه ليها, لما باجي ادور على الخليه عشان اشتغل عليها بدور على الماركر ده. حاجه تانية اللي هو زي ما قلنا CD21 و81. CD21 ده ليه حاجه تانية تميزه انه هو كومبلمنت ريسبتور بيمسك فيه ال complement, وهناخد ايه فايدة الكلام ده لما هنتكلم على الاكتيفيشن of B lymphocytes. ايه الفانكشنز of B lymphocytes؟ في two functions مهمين, حاجة اللي هي عمالين نقولها من اول محاضرة اللي هي الهيومرال immunity او الانتيبادي production. وطبعا الانتيبادي ده بقى هو اللي بيعمل حاجات كتيرة هنقولها بعد شوية. فيعني كلمة humoral immunity دي طبعا كلمة broad. الفانكشن الثانيه المهمه ان هو act as antigen presenting cell, زي ما اتفقنا انه T cell ما تشوفش البروتين انتيجين الا لما يكون processed presented على antigen presenting cell. فال B lymphocytes من ضمن الانتيجين presenting cells مع الدندريتك cells ومع الماكروفاجز. السؤال ده انا حطاه عشان اوضح لكم اكتر اهميه السيرفيس ماركرز الموجوده على الخلايا وايه الجهاز اللي انا بستخدمه عشان ادور على السيلز والماركرز اللي قلنا عليه. هو السؤال بيقول the blood from an 8-year-old boy was analyzed by flow cytometry. The cells were treated with antibodies to various cell surface markers before they were evaluated by flow cytometry. Which of the following markers would identify the B lymphocytes in the sample? وحاطط لي ماركرز كتيرة CD3 و4 و8 و19 و CD56. هي الفكرة هنا زي ما انتم شايفين في الصورة ان هو جاب عينة والعينة دي دخلها في جهاز اسمه flow cytometry. الflow cytometry ده عبارة عن جهاز ليه تكنيك معينة وفي فلويد تحت ضغط معين بتخلي الخلايا اللي في العينة تعدي واحدة ورا واحدة. لما بتعدي كل خلية لوحدها كده اقدر اعمل لها analysis من حيث السايز ومن حيث الجرانيولاريتي ومن حيث كمان الماركرز الموجودة عليها. طب الماركرز الموجودة عليها دي الجهاز هيشوفها ازاي؟ ان انا ببقى حاطة زي ما انتم شايفين في الصورة مع الخلايا حاطة antibodies specific لكل ماركر. يعني حاطة هنا anti-CD4 وanti-CD8 وanti-CD19 anti-CD3, ممكن احط كمان anti-CD56 anti-CD14 حسب الحاجة اللي انا بدور عليها. وعاملة للانتيبوديز دي labeling بحاجة fluorescent, لازقة فيها بحاجة بتدي fluorescent, كل واحدة هتدي fluorescent غير التاني عشان الجهاز يشوفهم غير بعض. وبدخلهم على الجهاز بتاع الflow cytometry وابتدي ادور على الفلوريسنس اللي انا عايز اشوفه بتاع الماركر اللي بدور عليه. فهو هنا بيسألني بيقولي لو انت عايز تدور على البي لينفوسايتس هتدور على انهي ماركر من الماركرز دي؟ هل CD3 ولا 4 ولا 8 ولا 19 ولا 56؟ زي ما اتفقنا احنا بندور هنا على CD19 هو بتاع البي لينفوسايتس, الثلاثة والاربعة والثمانية دول بتوع التي سيلز, ال14 بتاع الماكروفيجز, وال56 ده بتاع الناتشرال كيلر سيلز.
احنا كده خلصنا اول جزء في الهيومرال اميونيتي. المحاضره الجايه ان شاء الله هنتكلم على الاكتيفيشن اوف بي لينفوسايتس، والجزء اللي احنا قلنا هنستنى عليه شويه بتاع الماركرز، هنكمل الماركرز الموجوده على البي سيلز، وهنبدا في جزء صغير في الميونوجلوبولينز ان شاء الله.